5 من ديسمبر لعام 1945 وقع أحد أشهر حوادث الاختفاء في التاريخ، وهي قصة الفيلم الشهير مثلث برمودا. أزقى ضفات قنابل تابعة للبحرية الأمريكية اختفت بشكل غامض أثناء مهمة تدريبية روتينية، بالإضافة إلى طائرة إنقاذ تم إرسالها للبحث عنهم ولم تعثر عليهم أبدا، مما أدى إلى اختفاء 27 رجل مع 6 طائرات بدون أي أثر. الحادثة ديت لا تزال واحدة من أكثر حوادث الاختفاء غموضا في منطقة برمودا حتى يومنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من برنامج إنجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدأ بس مش عايزين ننسى ندعي لإخواتنا، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم أمين. بس طالما وصلك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك وتعملنا سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا نبدأ. بسم الله. طبعا زي ما انت شايف ان احنا هنتكلم النهاردة عن مثلث برمودا وغموض وقصص حدثت في مثلث برمودا. بالفعل مثلث برمودا لم يقتصر على ابتلاع الطائرات الحربية فقط، شمل ايضا طائرة مدنية في عام 1948 وهي ستار تايجر التي اقلعت من لشبونة 28 يناير باتجاه مثلث برمودا وكان على متنها 25 راكبا. جاءت الطائرة مصاعب كبيرة في رحلتها حتى انقطع الاتصال بشكل نهائي في صباح يوم 30 يناير. قامت الخطوط البريطانية بحملة واسعة استمرت 21 يوم دون جدوى. أثار استغراب المحققين هو أن طاقم الطائرة كان من بين الأكفأ في ذلك الوقت، ما أدى إلى إعادة توجيه الاتهامات مرة أخرى نحو مثلث برمودا. خلال الحرب العالمية الأولى فقدت USS منطقة مثلث برمودا والتي كانت بقيادة قائد ملازم جورج ويرلي، وكان على متنها طاقم من 309 شخص، بعد أن غادرت جزيرة بربادوس في 4 مارس لعام 1918. على الرغم من عدم وجود أي دليل قوي على السبب الرئيسي للاختفاء، لكن كان هناك العديد من النظريات. بعض الناس اعتقد السبب هو عاصفة قوية، البعض اعتقد أنها غرقت، والبعض الآخر اعتقد أن نشاط الأعداء أثناء الحرب كان السبب في خسارتها. في سنة 1963 أحاط الغموض حادثة اختفاء طائرتين أمريكيتين من طراز KC-135 حيث اختفت الطائرتان فوق مثلث برمودا. تم العثور على حطامهما متناثرا ولم تستطع بعثة الإنقاذ تفسير سبب الحادث حتى الآن. وقع حادث آخر عام 1880 طراد البريطاني أتلانتا لما أقلع من برمودا وكان على متنه 290 رجلا، اختفى ولم يعد ولم يعثر عليه حتى الآن. لكن الشأن الذي يجب ذكره هنا هو أن هذا الطراد البريطاني المسمى أتلانتا لم يكن سفينة عادية، بل كان واحدا من قطع أسطول الحرب البريطاني، سفينة حربية من أكبر وأقوى سفن ذلك الأسطول. عند اختفائه قامت البحرية البريطانية بعملية بحث كبيرة حيث أبحرت 6 سفن من القنال الإنجليزي على خط واحد تفصل بين الواحدة والأخرى بضعة أميال باتجاه المنطقة التي يفترض أن السفينة أتلانتا قد غرقت فيها. استمر هذا البحث شهرا كاملا دون جدوى. في كانون الأول لعام 1872 وجدت الباخرة ماري سيلسد بحالة جيدة بعد أن فقدت لمدة عند مرورها بمنطقة مثلث برمودا. كان كل شيء على ما يرام إلا أنها كانت مهجورة تماما. في درج مكتب القبطان كانت هناك نقود ومجوهرات، كما كان هناك قميص لطفل لم تكتمل خياطته بعد في ماكينة الخياطة. أما أسرة البحارة فقد كانت مرتبة وكانت العنابر مليئة بمواد غذائية ومياه للشرب وبراميل لشرب تكفي لمدة 6 أشهر. كل شيء في مكانه لأنه لوحظ
اختفاء شيئين، أما الوثائق الخاصة بالباخرة والآلة السداسية لم تصل جميع التحريات التي أجريت للكشف عن سر هذه الحادثة إلى نتيجة، وأغلق سجل التحقيق واختفى سر ماري سيلسيت مع بحارتها الذين اختفوا ولم يتركوا أي أثر. مرعب. كانت ثيوديسيا ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة السابق أرون بون، اختفت السفينة التي كانت على متنها ضمن إحداثيات المثلث، إذ كانت مسافرة على متن سفينة باتريوت والتي أبحرت من شارلستون بجنوب كارولينا إلى نيويورك في 30 ديسمبر لعام 1912، ولم يسمع عنها أبدا منذ ذلك الحين. في عام 1840 كانت السفينة روزالي الفرنسية تعبر منطقة برمودا، وعلى حين غرة وبلا سابق انذار اختفت السفينة بمن فيها بشكل غريب. ورغم البحث المضني والمركز في تلك المنطقة فإنهم لم يعثروا عليها ولا على أي أثر لها، ولكن بعد فترة عثر عليها سليمة خارج مياه منطقة برمودا. إن كانت فجأة قاسية، إذ لم يكن على متن السفينة أي راكب أو ملاح، بل كانت خالية تماما من الجنس البشري. في عام 1881 حصل شيء غريب للسفينة إلين أوستن وهي ناقلة بضائع أمريكية، بينما كانت تبحر غرب جزر أزور صادفت سفينة أخرى مهجورة ولا يوجد على متنها أحد. عرض القبطان جائزة لمن يصل إليها، وعلى الفور تشكل طاقم للقيام بالمهمة، وبعد وصولهم إليها انقطع الاتصال معهم، وعندما تشكل فريق آخر نفس المهمة اختفى بدوره، وبعد مرور يومين وجدت السفينة خالية دون وجود أي أثر تعلل اختفاء من كان عليها. لم يشاهدهم أحد بعد ذلك. في شتاء عام 1924 كانت الباخرة اليابانية رايوغو كومارو شق غباب البحر، وكان برج المراقبة على صلة معها بطريقة البث الراداري. فجأة بدأت السفينة ترسل إشارات إنذار متتالية ومضطربة، كان آخرها الرسالة التي هزت كل من كان في البرج. حين سمعوا رسالة بالراديو يفترض أنها صدرت لحظة اختفائها إلى جزر البهاما، قول تعالوا بسرعة ليس لنا مهرب، إنه يجز أرواحنا، تعالوا بسرعة دون إبطاء. على إثر تلك الرسالة فقد انطلقت في الحال سفن الإنقاذ في محاولة عاجلة لإنقاذ الباخرة إيجو كومارو، لكن الفرقة وصلت بعد فوات الأوان، إذ اختفت الباخرة وكأنها تبخرت في الفضاء. دي كانت بعض قصص لأغرب السفن والطائرات اللي اختفت في مثلث برمودا. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب للقناة وتنزل تصلي على النبي في الكومنتات. بس كده، لازم دايما تكون فاكر وأن سعيه سوف يرى. سلام.